نادين ظاهر، يا اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. قد ايه انا مشتقت لك. انا كثير. نحن بننطر بعد بالاحرى كل جمعه هيك بنصير نظبط الخميس ومنظبط هيك المواضيع كمان. صحيح. اللي بنحبهم سوا. اليوم موضوع اتيكيت هو اتيكيت الاشخاص اللي بيشتغلوا عنا او الخدم اللي بيساعدونا بالبيت، يعني ما بنعرف اي تسميه لازم نقول لحتى ما تكون هيك وطئه تقيل. رح نحكي كذا تفاصيل، التصرفات بالبيت، طريقه التريننج اللي يمكن بتنعملهم او ما بتنعملهم. نادين، اول شيء كيف بدنا نسمي؟ على انا بالكتاب عندي تشابتر سميت اتيكيت من يعمل لدينا، لانه الخدم هي الخدمه، منا يعني كلمه غلط، بس صار لها هيك مثل مصطلح وكانه شوي يعني مثل انه بدل على حدا يمكن ما مش كتير عاطينه حقه. فينا نقول مساعدات او مدبرات. هلا نحن رح نستعمل بشكل عادي، رح نستعمل اليوم كلمة الخادمة. نعم. الخادمة هم من يخدم الاشخاص الاخرين. طبعا هيدا موضوع حساس كتير، وانا بتمنى انه الاشخاص اللي عم بيسمعونا يعني ياخذوها برحابة صدر. بعرف كتير اشياء رح اقولها يمكن هن بيعرفوها وبيعملوها دايما، بس رح نذكر حتى يعني اذا نفعت الذكرى، لانه في تفاصيل يمكن نحن ما بتغفل عنا او ما بننتبه لها، او حتى يمكن في اخطاء نحن بتنتج عنا ممكن انه تاثر على علاقتنا بالاشخاص اللي عم بيشتغلوا عنا او بيشتغلوا معنا. لانه الشخص اللي بيخدم بالبيت هو شخص صار فرد من العائله، وهيدي منا كلمه هيك بتمرق انه هي بحبها كثير مثل كانه فرد من عائلتي، لا، هي في حقيقه شخص قاعد معنا. آمين. وفرد من العائله لانه موجود معي ب 24 ساعة. الموظف هو شخص يمكن بيشتغل عنا بالشركة، بيشتغل 8 ساعات، عنده حياة خاصة فيه. هيدا الشخص نقلت حياته الخاصة لحتى تكون نحن جزء حتى من حياته الخاصة. نادين، بس أنا هيك بدي نوه بشغلة إنه نحن هون ما عم نعمل انتقادات ولا عم نعمل هيك وعظات، ويمكن الحديث موجه للطرفين، يعني هون مش فقط عم نتوجه لسيدة المنزل أو لرب المنزل، إنما عم نتوجه لهالشخصين لحتى يكون التعامل هو الافضل والاسلس. صحيح. بين صح بدون شك انه هيدي فكره انه يكون في عندك ناس عم تخدم ناس اخرين. هيدي شغله ما خلقت من اليوم، خلقت من عبر العصور. في اشخاص كانوا يعني مرفهين لحتى يكون عندهم ناس عم بيخدمون، وطبعا هون بنستذكر الملوك جميعا، لانه الحياه لحتى تستمر والنجاح بده يكون في اشخاص، يكون عمل إكيب، عمل فريق. جماعي، فريق، مش إنه ما حدا بينجح لحاله بالدنيا، لا بالشرك ولا بالحياة اليومية. نعم. ولا بالحياة السياسية، دايما بده يكون في فريق عم بيتابع التفاصيل الدقيقة، لأنه الإنسان عنده قدرة معينة. فإذا أنت عندك أشخاص كتار مسؤولين منك، لهالسبب بده يصير في عمل جماعي. وقت اللي نحن في جنسيات معينة صرنا معودين عليهم، كمان هن ببلادهم يمكن عندهم شوي حالة اقتصادية منا متقدمة ومزدهرة لحتينا يقبلوا انه يجوا يشتغلوا عند ببلادنا، وهيدي يعني مثل ما بقولوا هيدي نعمة نحن مفروض انه ننبسط فيها، لانه وقت بيكون عندنا اشخاص، انا عشت باوروبا مش موجودة بكل البلدان يعني، وحتى اذا وجدت موجودة بشكل كتير محدود، بس يمكن كمان انا بقول هون انه الاشخاص اللي بيعيشوا باوروبا الحياة يعني السيستم قائم ليسهلهم امورهم، يعني السيستم عندهم مختلف عنا، لهالسبب حتى الولاد بيكون عندهم محل يروح عليه، حتى التنظيف، حتى الغبرة تختلف، الغسيل كل هيدول الأمور يلي وبعدين بدي أقول أنه كمان عدم وجود أشخاص بيشتغلوا معنا عملولهم ليميتينج، عملولهم تقلص لحياتهم الاجتماعية. نحن أشخاص منحب الحياة الاجتماعية، منحب نعزم، منحب ننعزم، فلهالسبب يمكن عنا بيوت مفتوحة أكثر من غيرنا، وهيدا الشيء يمكن جزء من حياتنا. اليوم الخادمة، اسمحي لي رانيا، الخادمة يجب اولا واخرا ننتبه للاساس تبع هالحلقه، انه هو انسان نحن مفروض نتعاطى معه كفرد مستقل، عنده شخصيه مستقله، مش اذا اجى لعنا عم يشتغل عنا صار ممحيه شخصيته اطلاقا. فلهالسبب يجب علينا انه نعطيه حياه كريمه. شو يعني حياه كريمه؟ وهذا حق من حقوق الانسان يلي كل الدساتير بتلحظها، يكون عنده مكان لائق
لائق للنوم، مكان لائق لحتينا يقدر يعني يهتم بحاله، حمام منفرد. إذا كان ما عنده حمام منفرد على الأقل يكون الحمام المشترك له حق إنه يستعمله بشكل يعني بوقت معين أو حسب حاجته يعني. نادين أكيد بس يعني هون عم نحكي حتى أكثر من حسب حاجته رانيا، يعني هي لها حق إنها تفوت على الحمام تتحمم وتترتب، مش كل 24 ساعة الواحد مفروض يضل مثل ستاند باي للآخرين، في وقت لنفسه هو هيدا الوقت نحن منعرف كرب عمل أو كأشخاص عم يشتغلوا عنا هيدا الوقت منا موجودة هي فيه. يعني في عندك من ما بعرف أنا حسب بتقولي لها بترجلجوا الوقت. تاني شغلة يجب الاهتمام بالأكل والشرب، ويمكن هيدا أمور بديهية بس صدقوني بحاجة أنه يمكن نحن يعني ننتبه لها. الأكل ما بيصير من بعد ما نحن نخلص الأكل، الأكل بيصير قبل ما نحن نبلش بالأكل من شلة البورسيون تبعيتها، لأنه هي ما بتاكل فضلات حدا، هي بتاكل أكلاتها، وهيدا شغلة كتير مهمة ننتبه لها. بس نادين هون منشوف كتير مساعدات ما بيقبلوا هن، يعني بفضلوا يمكن انه يخلصوا شغلهم وبعدين يقعدوا ياكلوا على رواق، يعني ما فينا كمان عرفتي. بس انت بتكوني شلتي لها البورسون تبعيتها، امتى ما بتحبي هي تاكلها هيدا خيارها. يعني في ناس، وانتبهي بدي اقول لك لكثير مش من زمان حتى باوروبا ست البيت من ياخذوا ما كان يقعد مع الناس، كان بيقعد، وانا هيدي اختبرتها باسبانيا. باسبانيا ست البيت ما بتقعد مع الناس، بتضلها تخدمهم لحتى يخلصوا، وهيدي شغله يمكن نحن منا مش عم نجرب نقولها، بس في عادات وتقاليد تجري بشكل يمكن بنشوفه نحن صرنا مستغرب. بس يمكن بدي اقول لك انه الاشخاص يلي حتى ست البيت، وانا بنبه دائما بالعزايم ست البيت يجب ان تجلس على الطاوله، لانه الناس ما جايين ياكلوا عندك، الناس جايين ينبسطوا بوجودك. فهيدي شغله كثير مهمه انه نحن ننتبه لها. هلا حكينا على يعني بمعنى اخر الافضل انه الخادمه او الخادمات اللي عنا بالبيت يكون عندهم مكانهم الخاص. انتبه بالمطاعم الويترز بياكلوا قبل ما يبلشوا الشيفت تبعهم. عم نحكي عن الطاوله يعني عن المكان يعني ايضا، يعني تشوفي ليه لانه كمان لتخدمي لتعطي افضل خدمه للاخرين يجب انه كمان يكون هو مرتاح ومبسوط وشبعان، لانه وقت بتكوني انت جوعانه وعم بتقدمي اكل كمان فيها نوع من هيك يعني الواحد بيصير مقهور فيها قهر، بينما تكوني شبعانه وعم بتقدمي اكل بتقدميه بشكل كثير افضل. وهيدي بنعلمه نحن يعني بالتريننجز تبعولنا كيف كل حدا بيكون له الوقت تبعه كيف بيتصرفوا. لهالسبب اذا بدي انقل انا تجربه خدمه المطاعم الى المنزل ففي حقوق وفي واجبات. الحقوق هي انه يكون هو عنده مثل ما قلت النظافه والاحترام والكلمه، نحن حكينا عنا كلمة بليز ثانك يو لو هيدي بالاتيكيت بشكل عام، هيدي يعني مش حكر على شخص بونجور بونسوار شكرا، أي كلمة نحن منقولها من الماجيك ووردز يلي نحن منعرفها، سوري إذا كان غلطنا كمان منقول سوري، إذا كان درقنا فيها بالمحل مثل ما كما تحب أن تعامل بدك تعامل الناس. فلهالسبب هيدي الأمور وقتها بتكون جزء لا يتجزأ من حياتك أنت، ما في داعي أنه أنا لأني عم بحكي مع الخادمة عندي ما بقلها بليز أند ثانك يو، ما في الولد عم يسمعي كيف عم تتعاطي معه، اليوم كنتوا عم تحكوا بفاميلي، الولد بيقلد الأشخاص الآخرين، فأنت إذا ما تعطيتي معهم بشكل لائق كيف بدك تعلمي الأولاد يتعاطوا معهم بشكل لائق وإنساني. وهيدي كتير كلمات نحن يمكن عم نجرب نرددها، مش لحتينا نقول نحن بنفهم أكتر، لحتينا نقول إنه لو سمحتوا حتى الأشخاص يلي عايشين معنا بشكل متواصل ما ننسى هالكلمات. إذا كان بدنا نوجه لها ملاحظة، أولا يجب 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 ثلاث مرات لحقول يجب تدريبهم وإعطائهم الوقت الكافي لحتينا يستوعبوا، لأنه هن جايين لعنا من غير لغة من غير بلد بغير ثقافة. يعني أنت بتعرفي أنه حتى بالصين، بالصين الناس بتاكل بتفتح تمها بتقمس يعني بتعمل صوت، وهيدي من جزء من عاداتهم وتقاليدهم. وفي عندك بالهند وفي عندك بكتير بلاد هيدي شغلة بالنسبة لهم عادي، هي هيك تعودت. أنت اليوم وقت بتجي عم تعلميها شيء جديد، عم تعلميها على شكل جديد، عم تعلميها على بيت جديد، على طريقه جديده للتنظيف، هدول امور يمكن هي ما بتستوعبها لانها مش شايفتها قبل وما عندها فكره عنها، فما انت تجي يضيق خلقك وبعدين تصير تعيط عليها لانه ما عم تعمل الامور مثل ما مفروض. فيجب انك انت اليوم تاخذي وقتك للتربيه.
هلا اذا صار لها سنتين مثل ما هي ميرسي اذا صار لها سنتين مثل ما هي معناتها في كوميونيكيشن، في مشكله كوميونيكيشن، في محل معين مش عم نقدر نوصل لها المساج مثل ما هو. في كثير ناس عنيدين، في كثير ناس محدودين، في كثير ناس نادين مش محدودين القدره. بدنا نشوف قديش كمان نحن، لانه انا بدون شك ما عم بقول ابدا انه هن كمان منزلين ونحن عم نكون الشيطان الاكبر، لا اكيد هن كمان جايين بافكارهم بمعتقداتهم، خصوصا وقت بيكون صار لها فتره كمان اطول بالبلد انا بلاقيها بترجع لورا ما بتتحسن، يعني نحن بنسميها تبلدت كثير، فبيصير عندها نوع من الليفرج. بدي نبه قبل ما يخلص الوقت لشغله كثير ضروريه، ما نطلب منها شغله يلي بالعاده ما مش مفروض انها تكون من صلب شغله، وهيدي هون الشغله. خلينا نفصلهم انا وياك نادين في كذا شغله هيك حابه اسال عنهم. انا ما بدي اذكر المشاهدين انه بيقدروا يتصلوا يطرحوا اي سؤال له علاقه بموضوع اليوم اللي هو اتيكيت الخدم لسيده نادين ظاهر، اللي بتقدر تجاوبكم على اي سؤال اللي بتحبوه. نادين يعني هون رح نبلش نفوت بالتفاصيل. صحيح. وعندي سؤال هيك يعني يمكن بيختصر كل شيء، هذا اللي طلع سبب الحلقه. هل هالشخص اللي عم يعمل لدينا، هل نحن بنعتبره مرآة لألنا أو هو مثل ممثل لألنا؟ أي بطريقة الرد على التليفون، بطريقة استقبال الأشخاص إذا نحن كنا غايبين، أو بطريقة إذا يمكن نحن مشغولين شوي وهن بدون يقوموا بالواجب مع هالأشخاص، يعني هل هؤلاء لازم يعرفون ومجبور؟ قبل ما تجاوبين بدنا ناخذ اتصال على السريع. ألو، صباح الخير. أسألك سؤال. مين معي؟ ريما ريت. أهلين. أنا كنت بمسبح ومسبح 5 ستار، وكنت بسبح بنت خيي، وببركة ولاد البار كنت أنا والناني الخادمة وبنت خيي والولاد مليانين بالبركة. وش؟ Is it allowed? Eventually it is not allowed. Okay. I have to admit that there is another sorry بعتذر لحظة نجي. شوفي إليك حق تنزل معك كضيفة. أوكي أنا معك. بس ما إليك حق تنزل معك لتهتم بالولاد. أولاً هيدا وقت. ولا تكون ببركة الولاد صغار. لا. Two pieces wearing two pieces. أنا وياك. إيه إذا كانت إذا كان بشكل عادي يعني، بعدين إذا كانت مربية كمان مختلفة عن الخدمات. لأنه المربي هي شخص قيم على الولد. هيدا اللي عم نجرب نفصله، انه في فرق اليوم بين الميد. لا شيز ميد الا كانت ببركة السباحة شيز ميد. بس تو ميد ببركة السباحة ممنوع ممنوع. والمسبح مشهور، وانا حكيت مع الادارة وحكيت مع صاحب المسبح. انتبهي ممنوع. قالوا لي انت رسيس. اكزاكتلي. انا ماني رسيس، انا مع البروتوكول. انا الخادمة لما بدي اجيبها ساعتها بحطها معي وباخذها كل يوم كل يوم على البحر، او باخذها everywhere I go. انا مع انه الخدمه بقول لك ثانك يو وبليز وكل ما بتحكيون اي دو ذا، بس في شيء اسمه بروتوكول. لا شكرا يعني لاتصالك ريما. رح نجرب نجاوبك على سؤالك نادين. انا كمان يعني بحير هذا الموضوع انه ليه لا. طب ما هي انسان. لا بالعكس، انا هيدا اللي بدي اقوله، هن الراسيست، لانه الاشخاص يلي جايين عم بيخدموا الولد بمكان هن مفروض يكونوا عم بينبسطوا فيه، هيدا خطا. طب نادين بس اوقات السيده بحاجه لشخص يساعدها بالولد. بالزبط. في سيدات ونحن بنشوفهم دائما مع بيبي صغير، ويعني بالضبط اذا انما السيده وقت اللي بتكون هي عم تهتم بالولد، الخوف وين بيصير؟ انك انت اليوم عم تنزلي مع اولادك، عم بتنزلي الخادمه معك لتهتم لك باولادك، وانت بتعرفي انه هيدا الوقت مفروض السيده تكون عم تهتم بالولاد. اذا كنت انت عم بتسبحي اولادك والبنت عم بتساعدك، هيدا صار طبيعي. انما تكوني انت قاعده عم تتشمسي وحدا اخر عم بيقوم بواجبك انت، فهيدا شيء غلط. لانك انت اليوم وقتها بتكوني موجوده بمكان، هيدا وقت للولاد، هيدا وقت لإلك، هيدا وقت للتواصل. السؤال اللي بينسال نادين ايضا، هل الافضل مثل ما سيده تفضلت وسالت انه تكون هالخادمه اللي عم بتساعدك لابسه ثيابها وعم بتساعدك بالشوب، او تكون عم بتساعدك مع الاولاد بالمسبح مع لباس السباحه؟ يعني كلنا كان عندنا اولاد
كلنا عنا اولاد وكلنا ربينا اولاد كتار يعني اكثر من ولد بذات الوقت وكلنا قدرنا انه يعني افترضي انت انه ما عندك حدا بكل بلاد العالم وقت بتروحي على البحر هيدا اقل ما فيها انك انت تقومي تسبحي ابنك مش طبيعي نشوف انه انت قاعده وهيدا شفناها هلا انا قلت مش مسموح تفوت اي انسان على اي محل على اي مكان هذا الدستور هو بيرعاه يفوت يستجم مش يفوت يشتغل يعني مش هون مش قصة ولا جنسية ولا أي شيء هون قصة وظيفة exactly. فقط يعني حتى لو كانت يعني يمكن تكون من ذات الجنسية تكون سفيرة يعني صحيح نعم. ممكن نعم. يكون أي شخص من أي جنسية ممنوع يكون قاعد بمحل فيه لجر نعم. ناس قاعدة أصحاب الهيدا وناس آخرين عم بيخدمون بفتكر توضحت الفكرة اسمحي لي أخذ اتصال أكيد. ألو بونجور مين معي؟ بونجور معك ندى أنا أول مرة بحياتي بتطلع على البروجرام بس لفتني فيه وأول مرة كمان بشوفها إن شاء الله دايما بتستفيد في ناس الحياة بيختاروا مهنتهم وفي مهنة بتختارهم وبتليق عليهم وبتلبسهم من فوق لتحت مدام نديم خلقت عشان تكون مختصة بشي بخص الأتيكيت القعدة الكلام الشكل يعني ما بعرف شو بدي اقول بس انه من فوق لتحت هي بنفسها مجرد ما تشوفيها بتحب انك تعرفي شيء عن الحياه بخص الاتيكيت الله يخليك شكرا هيدا من ذوقك من لطفك يعني خجلتيني شكرا كثير بتشكرك عندك اي سؤال تحبي تقولي لنا اياه ما في أي سؤال شكرا لهالكلام المعسول أهلا وسهلا فيك نادين خلينا نكمل لكينا بالتفاصيل اللي كنا عم نحكي عنها بهالوقت المتبقي لنا عن البيت يعني هل مفروض يكون بيعرف بكل هالتفاصيل هالشخص اللي عم بيساعدنا كنت سألتيني سؤال رح جاوبه لحتينا رد على كمان فكرة أنا اليوم كست بيت ممنوع أنا الخادمة تضيف القهوة هي عملتها أنا بضيفها هيدا هون الاتيكيت هيدا اليوم اللياقه اللي انت عندك اياها تجاه الاخرين اللي عم نحكي فيه انه انا اليوم صحيح عندي ناس عم تشتغل بس انا ما بخل باللياقه اطلاقا لو انه مرتبه ومنيحه ونظيفه وكل شيء يعني اليوم الصينيه باخذها منا على الباب وبفوتها لانه انا ست البيت وهيدي لياقتي للاخرين وقتها بدي ترد على التليفون اذا ما بتعرف ترد على التليفون يستحسن انه ما ترقط التليفون بس مش معقول انت تلفني على بيت ما بتفهم عليكي بتقلك مادام نوت هير وبعدين بتسكر الخط انت ضيعتي وقت والشخص فكر انه هو رح يوصل له المساج وما وصل له المساج فلهالسبب يستحسن انه ما ترد على التليفون كيف لازم يردون انت او بدها تقول بتكون على الاقل تعرف تحكي اللغه يعني اذا ما بتعرف اذا بتعرف تحكي بس انجليزي تفهم تحكي انجليزي طبيعي بتاخذ الرقم اذا كنت انت علمتيها هو ازت بتقليك بتكتبها تكتب الاسم وبتكتب الرقم تبع الشخص اذا على الاقل اذا ما عندها القدره انه تاخذ هالمعلومتين مثل اي سكرتير تاني لانك انت اليوم ضيعتي وقت الشخص الاخر في فرق بين ما انت عم بتردي على التليفون هلا في ناس تقول طب انا بركي بدي اتصل فيها لا بده يكون في طريقه تانية لحتينا تتصلي فيها او على الاقل وقت اللي بتتصلي تدربيها قد ما بتقدري انه شخص اشخاص وقتها بيتصلوا فيكي يقدروا يعرفوا مين وانا وقت اتصلت لعندي كمان السيده ردت علي وقالت لي مس أشعر مادام نوت هير يعني كتير مهم انه الواحد يقول مادام نوت هير هو ازت اخذت الرقم واخذت الاسم لحتينا تبين انه هي فهماني وطبعا توصل الرسالة لصاحبة المنزل يعني ولكن يمكن ما بيحق لها تاخد المعلومة يعني ما فيها تسأل انه ليه متصلة او لا شو بتعود لا طبعا لا فيها بس تاخد الاسم والرقم ومن ثم الشخص يلي هو هن يعني بي بي بيكونوا بيعرفوا كيف يردوا على التليفون لانه شو بدك منا اكيد هيدي منا سؤال حتى بالمكاتب ممنوع ينسأل يعني الا اذا كان انت قيمه لانك تحل الموضوع نادين بفتكر كلنا بنوقع بهالمشكل انه يمكن نكون بالغرفه او عم ناخذ دوش ويوصل شخص قبل وقته قد ايه بحق لها او لوين بحق لها توصل معه أكيد يعني شوف شو بحق لها تعمل هلا اذا انت ناطره ناس اذا ناس يعني عندك ناس انت ناطرتيهم
انت مفروض تكوني على الباب. انا بسمح انه ينفتح الباب انما ست البيت او سيد البيت هن يلي عم بيستقبلوا بشكل انه هي ما تكون وهيدا البتلر يعني ما اكون انا عم بحكي شو ما كان، هيدي اساس الخدمه. يعني البتلر وقتها بيفتح الباب اذا كان الشخص اناونس اذا جاي اوريدي بيكون سيد البيت ناطر على الباب او ست البيت، واذا لا اذا اجوا بدون سابق يعني هيدا يعني انذار بتفتح الباب وبعدين بتفوتهم على الصالون دغري بتعطي خبر بس ما بتتركوا. وممكن تسالهم شو بتحبوا تشربوا شو بتحبوا تاخذوا ابدا، انت مش مفروض يكون وقت قصير الا اذا كان جايين فعلا انت ما عم بتردينا هيك على الايام الراقيه هذا الاتيكيت هيك على ايام 10 عبيد صغار. هلا انا بدي اسالك شو عم تحضري؟ عم تحضري 10 عبيد صغار؟ ايه عم بحضر كل شيء نادين، ما عم على الام تي في. انا بعدني على القالب لو بس عشق عبيد صغار كثير 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 حلو، وايضا هيك بتحسي زمنه الزمن اللي مش كثير محدد يعني شوي هيك انتمبوريل اذا فينا نقول، وبيردنا على هالايام اللي كان فيها لياقه هالرجال الجنتلمانيه يعني هي اجاتا كريستي بكل الاحوال يعني كان دائما لانه مستوحيت كمان ما تنسي من الارستقراطيه الانجليزيه. بس في شغله كثير انا لقيتها حلو بالبرودكشن، برافو على الانتاج، الانتاج كثير عطى ترك روحيه 10 عبيد صغار بس بدون ما يوقع بالنقل، بدون ما يوقع بال ايميتيشن يعني بدون ما انه. وهذا الفضل للكاتب توني شمعون اللي كان ضيفنا الاسبوع الماضي، بدي اوجه له تحيه. شكرا لك نادين ظهر.